سلام، اليوم غادي نبداو باول فيديو في البروغرام ديال انتيغون، البروغرام اللي ديجا تكلمت لكم عليه في هذا لا فيديو. الا مازال ما شفتوهاش سيروا شوفوها، هي الاولى عاد يكملوا هذا لا فيديو. الوغ اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله هي لافيش دو ليكتور، لانه ديجا سبق لي قلت لكم انه اول حاجه خصكم تعرفوا عليها ولا اول حاجه خصكم ديروها قبل ما تبداو في انتيغون هي لافيش دو ليكتور، لانها كتضمن مجموعه من المعلومات اللي غتخليكم تعرفوا على الروايه قبل ما تبداو تقراو فيها، واكيد هذوك المعلومات غادي يفيدوكم في الامتحان الجهوي. اول معلومه غتلقاو في لافيش دو ليكتور سي لو تيتغ. لو تيتغ من طبيعه الحال سي انتيغون، خاصكم تردوا البال انكم تكتبوا لا ليتغ الاولى ماجيسكول وتسطروا عليها من التحت، لانه لو تيتغ دائما تيكون سوليني. ابري كندوزو لوتور. بالنسبه لوتور سي جون انوي، بطبيعه الحال ضروري تكونوا عارفين كلكو زانفورماسيون على جون انوي اللي تقدروا تحتاجوها ابري في لا بيوغرافي ديال لوتور، في حالة ما اذا جاكم اون كاستيون عليها، مثلا عطاونا كلكو زانفورماسيون عليه اولا شي باراغراف يقولوا لكم كملوا لينا لو باراغراف بكلكو زانفورماسيون. ديجا قلت لكم انه غتحتاجوا فقط لا دات اي ليو دو نيسونس اي لا دات اي ليو دو ديسي اي كلكو زوغ، هادشي اللي ديجا حطيت لكم هنا. سي جون انوي تا هي كتبوها ماجيسكيل، وحاولوا انكم ما ديروش فيها دي فوت دورتوغراف. لا دات اي ليو دو نيسونس سي 1910 ا بوردو، اي لا دات اي ليو دو ديسي سي 1987 ا لوزان. ومن بين المؤلفات ديالو كنلقاو لو فواياجور سون باجاج، كنلقاو لالويت، كنلقاو كولومب، اي بيان دوطخ زوفغ. من طبيعة الحال تقدرو تاخدو لوفغ اللي بغيتو، لوفغ اللي تقدرو تحقلو عليها. ليسونسيال انكم تكونوا عارفين جوج اولا ثلاثة ديال المؤلفات ديالو من غير اونتي. ابري كندوزو لو جونغ. بالنسبه لو جونغ غادي ديرو سي اون بيس دو تياتر اونتر بارونتيز تراجيدي مودرن. ضروري تكتبو واحد لا ريبونس، لانه كاين اللي غيكتب غير تراجيدي مودرن ويزكا، وكاين اللي غيكتب بيس دو تياتر ويكتفي بها. مي من الاحسن انكم تكتبو لي دو ريبونس بجوج، باش هكذا تحاولوا تضمنوا النقطه ديالكم وتفادوا انه شي استاذ مثلا يعتبرها غير نص الاجابه ويعطيكم غير نص نقطه. لو من الاحسن تكتبوا تراجيدي مودرن بيس دو تياتر، ولا قالوا لكم علاش تراجيدي مودرن اولا جوستيفيو لينا لا ريبونس ديالكم، غادي تقولوا انه لا تراجيدي، انه تراجيدي مودرن دائما كتنتهي بالموت ديال الايرو ديال القصه، يعني كيكون دائما لا مور دي ايرو على فا ا كوز دو سون ديستان، بسبب القدر اولا الحتميه اللي ديجا مكتبة عليه من عند الله. يعني دائما التراجيدي مودرن كنكونوا ديجا عارفين انه في الاخر ديال ليستوار كتكون لا مور دو ليرو. ابري كندوزو لا دات ديكريتور. بالنسبه لا دات ديكريتور سي الي اكريت ان 1942 اي لا دات دو بوبليكاسيون ان 1944. لو تكونوا عارفين هاد لي دو انفورماسيون حاولوا انكم ما تلفوش فيهم زوج، لانه لا دات ديكريتور ولا تاريخ الكتابه ماشي هو تاريخ لا بريزونطاسيون او لا تاريخ لا بوبليكاسيون، يعني تاريخ النشر، لانه جون انوي كتب انتيغون 1942 وما بوبليا حتى داز 2 سنين ابري، يعني حتى 1944. ابري كندوزو ليبوك. بالنسبه ليبوك سا فو دير لو سيكل، سي بيان ايفيدامون لو 20 سيكل، وفي عندنا اوسي ليبوك دي زيفينمون. ضروري ديروا الفرق بين هاد لي دو ايبوك، يعني كاين ايبوك بوحدها وكاين ايبوك دي زيفينمون. الا طلبوا منكم ايبوك وسكتوا غادي ديروا 20 سيكل، الا قال لكم ايبوك دي زيفينمون غادي ديروا لونتيكيتي غريك او العصر اليوناني. ابري كندوزو ليو دو لاكسيون، يعني مكان الاحداث او مكان الحدث سي بيز بالي، لو بالي دو كريون، في القصر ديال كريون. فين كاين هذاك القصر؟ كاين في مدينه تيب. ضروري دو هاد لي دو ريبونس، يعني لو بالي ا تيب. لو طون دو لاكسيون، يعني تاريخ او زمن الحدث سي لوب. لوب اللي هو الفجر. بالنسبه للنومبر دي سين، يعني عدد المشاهد اللي كاينين في انتيغون، لانه انتيغون ما فيهاش لي شابيتر بحال لا بوطا ميرفي، فيها المشاهد لانها بيس دو تياتر قلت لكم ديجا، يعني مسرحيه فيها مشاهد، فيها 21 سين. وبالنسبه لا فوكاليزاسيون، في حاله ما اذا طلبوا منكم لا فوكاليزاسيون سي اي ساجي دو فوكاليزاسيون زيرو، باسكو لو ناراتور سي بلوس كو لي بيرسوناج، يعني الكاتب اولا الراوي كيعرف اكثر من لي بيرسوناج ميم، يعني كيعرف اكثر من الشخصيات. من المعلومات الاساسيه اللي غادي تحتاجوها في لافيش دو ليكتور ديال انتيغون، ومن طبيعه الحال راه هاد المعلومات ماشي كلهم غتحتاجوهم وماشي كلهم غيتحطوا لكم في لا كيستيون ديال لافيش دو ليكتور، غير هو من الاحسن تكونوا عارفينهم كاملين، لانهم اكيد غينفعوكم ابري في لاناليز في بزاف ديال الحاجات.
اون طبيعة الحال هنا ما غاديش نكونوا عارفين شنو لا كيسيون اللي غادي تحط وشنو الحاجه اللي ما غاديش تحط. ديك الشيء علاش من الضروري ومن الاحسن تكونوا عارفين المعلومات كاملين باش اي حاجه جات بسم الله. هذا كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم، جيسبر انها تعجبكم، جيسبر سورتو انها تفيدكم. ما تنساوش تابوناو الا كنتو مازال ما مابونيتش، تفعلوا الجرس باش يوصل نحط اون فيديو توصلكم نتوما الاولين. بارطاجيو سورتو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي حتى هما تقدر تفيدهم هاد لا فيديو، وما تنساوش تخليو لي ان لايك. تهلاو فراسكم حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.